استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى وفدا من طلبة المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة، حيث ألقت سعادة الأستاذة سميرة إبراهيم رجب عضو مجلس الشورى محاضرة بعنوان حوار التوافق الوطني، والتي شهدت تفاعلا إيجابيا كبيرا من جانب الطلبة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الحوار ونتائجه والمحاور التي تناولها، خاصة ما تعلق منها بفئة الشباب. وأكدت سعادة العضو سميرة رجب على أهمية التنشئة الوطنية الصحيحة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن تعزيز الانتماء للوطن يجب أن يكون من بين أهم الثوابت التي يسعى الجميع لحمايتها. ولفتت سعادتها إلى أن نتائج هذا الحوار ستعتبر انطلاقة جديدة للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى بعد الانطلاقة الأولى التي بدأها ميثاق العمل الوطني، مبينة بأن النتائج الإيجابية سيشعر بها الجميع بعد تطبيقها من خلال السلطة التنفيذية والتشريعية كل في مجال اختصاصه. وقدمت سعادتها شرحا مفصلا عن حوار التوافق الوطني وآليات عمله وأهم النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالمحور السياسي، قبل أن تفتح المجال أمام طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة للمناقشة وطرح الأسئلة في خطوة أظهرت المستوى الحضاري والثقافي الذي يتمتع به الطلبة. من جهته رحب سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الزيارة، والتي يقوم بها منتسبو المعسكر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، مؤكدا اهتمام مجلس الشورى بالتعاون مع كافة الأنشطة والبرامج التي تستهدف خدمة الوطن وتحقيق التنمية المنشودة لشبابه، وذلك تجسيدا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة وانطلاقا من الدور المرسوم للمؤسسة التشريعية وفقا للدستور والقانون. هذا وجرى خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى حول المجلس ودوره التشريعي، قبل أن يقوم الطلاب بزيارة ميدانية شملت القاعة الرئيسية للمجلس.